نور الامارات. كلمنا الاول عن تجربه فيلم عمهم محمد امام، نجوم كتير، انت تقريبا مساهمت ان هم يكونوا طالعين على الشاشه يعني. الحمد لله، ده توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وربنا كرمنا وعملنا فيلم حلو وجمعنا التركيبه الحلوه دي. معنا كوكبه من نجوم كتير جدا، هتشوفوهم باذن الله النهارده بالليل في العرض، وربنا يسهل والفيلم يعجبكم باذن الله. باذن ايه رايك لما الناس بتقول احمد السبكي منقذ السينما المصريه؟ ده شرف ليا. يعني عملت ايه عشان تاخد ولا حاجه؟ احنا بس ايام اسمه ايه زمان، من 2011 و2012 كانت الناس كلها خايفه تنتج، انا الوحيد اللي كنت بنتج والحمد لله يعني، فما الناس شالتها لي وابتدوا يتكلموا كويس على الموضوع دوت، ان انا ما وقفتش زيهم. انا اشتغلت على طول وكملت، قعدت 4 سنين اشتغل، يعني يمكن ما كنتش حد بنتج غيري الحمد لله. يعني دايما بتحب تغامر بافلام فيها توليفه كبيره من النجوم، وفي وقت الناس كلها بتبقى البادجت قليله او المنتج يخاف او الكلام ده، زي مثلا لما اتكلمنا عن فيلم ساعه ونص، فيلم عمهم فيه توليفه كبيره من النجوم، ايه اللي بيخليك تغامر بحاجه زي كده؟ بص، السينما دي صناعه، والصناعه دي اللي يخاف منها ما يشتغلهاش. انا ما بيعجبني ورق وبيعجبني النص وابقى عايز انتجه، بنت ادخل انتجه، لا ببص بقى هبيع امتى ولا هشتغل امتى ولا ميزانيه ايه، ولا انا عمري في حياتي ما عملت ميزانيه الفيلم، انا بشتغل وعلى بركه ربنا كده والحمد لله. يعني الحمد لله انت من اكتر المنتجين في الوطن العربي نجاحا. يعني اخيرا، شغل السبكيه اللي جاي، شغل عم احمد السبكي اللي جاي هيكون ايه بعد عمهم؟ لازم تقول. حاضر. انا داخل فيلم لاخراج كريم ابن السبكي، اسمه شقه، بطوله عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون وامينه خليل ودينا الشربيني ومحمد جمعه وعباس ابو الحسن والفنانه الكبيره العظيمه يسرى. فيلم حلو باذن الله، في اطار كوميدي اكشن، كوميدي اكشن، وربنا يسهل يبقى حلو ويعجب الناس. وفي نفس الوقت عندي فيلم لحسن رداد خالص، هنزله اخر الشهر، اخر شهر 8، بطولة حسن رداد ومي عمر وشيرين رضا وبيومي فؤاد وعمر عبد الجليل، وفي تركيبة يعني كده معينة، واحمد بدير كده يعني. دراما مش عايز تقرب لها خالص؟ مسلسلات بإذن الله. بإذن الله بنحضر لمسلسل اسمه رمضان كريم الجزء الثاني، هنعمله بإذن الله، وفي مفاجأة بقى هقول عليها بعدين يعني بإذن الله. لا ما ينفعش ولا دراما برضك بإذن الله. بإذن الله. عم أحمد السبكي، احنا مبسوطين جدا جدا بيك ان انت موجود هنا، ودايما بتعمل لنا افلام بتعجب الجمهور، سواء المشاهد مشاهد السينما او اللي قاعد قدام التلفزيون. تقول للناس ايه بخصوص العرض الخاص لفيلم، او العرض بقى في فيلم عمهم هنا، تقول لهم ايه عشان يروحوا يتفرجوا على الفيلم؟ انا بقول لهم كأحمد السبكي، بقول لهم بناشدهم وبقول لهم اي حد بيسمعني يا ريت يدخل فيلم عمهم. فيلم عمهم ابتداء من يوم الخميس في كل دول الامارات والخليج وكل الوطن العربي كله، وصدقوني الفيلم يعجبكم جدا.